السلام عليكم ورحمة الله. بهدف مساعدتكم ولو بالقليل قمت بتصحيح هذا الامتحان. ربي يوفقكم ويسهلكم أموركم كلها. أحسنوا الظن بالله وراجعوا بنية النجاح إن شاء الله. أول شيء، عندما توضع ورقة الامتحان استغفروا الله وادعوه، ثم ابدأوا بقراءة الأسئلة. إذا كان هناك أسئلة على شكل قصيام، اقرأوا المطلوبة منكم. إذا ذكرت réponse avec S أو réponse sans S، إذا زاد لها الأس معناها عدة اختيارات نختارهم، وإذا كانت بلا أس نختار une seule réponse، خيار واحد. لكن دائما تكون الحالات التي يكون فيها خيار واحد هي الغالبة، مثل ما سنراه في هذا الامتحان. إذا أكثرتم من الاختيار، كل مرة تختاروا شحال من واحدة مع أنكم لستم متأكدين، فهذا غير صائب لأنه سوف تلغى الإجابة. مثلا أنت متأكد من واحدة، السؤال فيه ثلاث خيارات، أنت متأكد من واحدة بصح شكيت، يا أخي قعدت تزيد فيهم، كل مرة تزيد واحدة ولا زوج، تختار خيارين ولا ثلاثة، هذه الحاجة تلغي لك الإجابة تاعك، ما يقبلش إجابة فيها قاعدة الخيارات مشطبين. عند الإجابة ابدأوا بالأسئلة التي تعتقدون أنكم تعرفون الإجابة عليها، ثم الأسئلة الغامضة لكي تطمئنوا خلال الإجابة. ظاهرة ديوكسي، أول سؤال، ظاهرة ديوكسي هي ظاهرة يتطلب فيها نمو البكتيريا نوعين من الغذاء. الغذاء هو السبسترا. أعطانا خيارات من بينها واحد مكتوب فيه كلمة دو، دي، ونعرف أن دي معناها زوج اثنان، إذا نختار الخيار المكتوب فيه كلمة دو، نوعين من الغذاء. نلاحظ في السؤال التالي كلمة أورغانيك في السؤال، أي أن البكتيريا تحتاج لأكسدة غذاء عضوي لكي تنمو وتتكاثر. إذا وجدنا كلمة أورغانيك، نختار الاختيار الذي فيه كلمة أورغانو لأنها اختصار لأورغانيك. لو كان السؤال بالعكس، أن سبسترا مينيرال، نختار الخيار الثالث، ليتو، التي ترمز لكلمة مينيرال. في هذا السؤال يقصد البكتيريا التي تستمد طاقتها من الضوء لا لوميير، أو تقوم بالتركيب الضوئي، ماذا نسميها؟ لم يحدد إذا كان سبسترا مينيرال أو أورغانيك. إذا البكتيريا التي تستمد طاقتها من الضوء هي تعتمد على التركيب الضوئي، نختار فوتوتروف لأن فوتو اختصار لضوء لوميير. توجد حالتين من البكتيريا، إما البكتيريا تتطلب يعني إكزيج احتياجات خاصة بزوان سبيسيفيك تسمى أوكزوتروف، أو أن البكتيريا لا تتطلب نكزيج با دي بزوان سبيسيفيك تسمى بروتوتروف. في هذا الحالة قال أن البكتيريا التي تحتاج احتياجات خاصة إكزيج دي بزوان سبيسيفيك ماذا تسمى؟ نقول أنها تسمى أوكزوتروف. في الاختيار الأول ذكرت أهم الأحماض الأمينية التي تشكل غشاء البكتيريا، نختار الاختيار الأول. في هذا السؤال نختار الاختيار الذي توجد فيه كلمة بيبتيدوغليكان، لأن الأسيد تيويك الذي يوجد في البكتيريا غرام بلس يتواجد في طبقة البيبتيدوغليكان كما هو موضح في الصورة. الفرق بين أصناف البكتيريا لنصنفها يمكن أن يحسب بواسطة هذه القوانين الموجودة في الملخص، كلها تسمح لنا بمعرفة الفرق فروقات بين أنواع البكتيريا
مختلفة. إذا نختار الخيارات في ثلاثة. نسبة لاحتياجات البكتيريا من الأزوت يمكن أن نصنفها إلى بكتيريا قادرة على استهلاك الأزوت الحر وحدها، بكتيريا تستهلك الأزوت لمساعدة كائن آخر ظاهرة سيمبيوز، وبكتيريا لا تستهلك الأزوت. هنا كزيغوفيل مرادف لكلمة تيرموفيل هي البكتيريا التي تتحمل الحرارة المرتفعة، وبما أنها تتحمل الحرارة المرتفعة فهي تنمو حتى لو كانت نسبة الماء ضئيلة. عندما نريد حساب عدد البكتيريا التي تنمو في وسط غذائي سائل يجب أن نكثر من إعادة التجربة، إذن لا يجب أن يكون التكرار أقل من ثلاثة. هذا السؤال قال في مرحلة الثبوت ثبوت السرعة تكون، وأعطانا ثلاث خيارات. الاختيارين ثانيا فيهم اختصار كلمة ماكس، وكما نرى في الصورة في مرحلة الثبوت السرعة تساوي صفر، نرمز لها بالرمز U. السرعة معدومة وذلك من كلمة ستاسيونمون أي ثابتة، معناها سرعتها معدومة. لا يوجد في هذه الحالة أي خيار صحيح لأن السرعة تساوي صفر. انظروا في الصورة، ها هي البكتيري لوبوتريش. أين تكون الفلاجيل؟ تكون يا إما في قطب واحد أو قطبين، قطب معناها بول. نختار الخيار الذي فيه قطب واحد والخيار الذي فيه قطبين، ونستثني الخيار الذي يقول أن الفلاجيل تكون في حوالي البكتيريا. دائما نقرأ السؤال جيدا. توجد كلمة أنتيجان مولد الضد وكلمة سيرفاس أي سطحي، وفي الاقتراحات الباغوا وفلاجيل وكابسول كلها عضيات تتواجد خارج الخلية. لو كان في الاختيار عضية داخلية مثل سيتوبلازم لما اخترناه. إذا نختار الخيارات التي فيها عضيات خارجية لأنه قال في السؤال سيرفاس. كروماتوفاغ هي عضية موجودة عند البكتيريا التي تستطيع تركيب الضوء، ولنصل إلى التركيب الضوئي نحتاج لكلوروفيل. عندما نقرأ الاختيارات نجد اختيار فيه كلمة بكتيروكلوروفيل، إذا نختار ذلك الاختيار. هذا الأنزيم جيغاز يقوم بفتح قطعتي الأديان لتسهيل عملية التضاعف لغيبليكاسيون تضاعف الأديان. لاسبور هي عضية تمكن البكتيريا من مقاومة الحرارة. نستثني الخيارين الذي فيه كلمة كالسيوم لأنه لا علاقة له بالمقاومة، ونستثني مثلا الخيار العكس لأن فيه كلمة إكزوسبور. وفي نص السؤال كانت كلمة أندوسبور يعني داخلي وليس خارجي. في هذا القانون نقوم بحساب نسبة سي جي، نقوم بالحساب إذن كونتيتاتيف تقييم الكمية العدد وليس كاليتاتيف. نوعية نختار كونتيتاتيف لأنها عدد وليس نوعية وليس كاليتاتيف. التصنيف القديم كلاسيك يعتمد على صفات خارجية مورفولوجيك اي فينوتيبيك. فينوتيب يعني هذه الكلمة تعني الشكل الخارجي أيضا، ونستثني الخيار الذي فيه كلمة جينوتيب لأنها لا تعتمد على جينوتيبيك لا علاقة لها بالأديان. لو كان السؤال عن تاكسونومي موليكولار نقول أنها جينوتيبيك وليست مورفولوجيك، تهتم بالليجان الأديان وليس بالمورفولوجي. لا تاكسونومي موليكولار تهتم بالأديان جينوتيبيك لوجان، إلى تاكسونومي كلاسيك تهتم بالمورفولوجي والشكل الخارجي فينوتيبيك. شكرا على المتابعة.
وحظ موفق للجميع.